اهلا بيكم. هتكلم النهارده عن موضوع يعني هو حصل في القاهره. شاب عنده 24 سنه هو بياع و مأساه. يعني انا لما قريتها عمر الحب ما كان كده وعمر البشاعة ما تبقى كده. دي جريمه حصلت. هو اسمه اشرف صلاح، حب بنت تقدم لها. معظم شبابنا اللي دول غير قادر على فتح بيت ومصاريف زواج وترتيب عفش وقايمه وذهب مسلسل كبير، الله يساعد اللي بيتجوز. البنت بتحبه، حبت انها تضغط على ابوها، ابوها مرضيش. الرواد تقدم مره واثنين، الاب رفض. اخر مره الاب طرده من البيت، قال له ما تجيش هنا تاني يا ابني، انا مش معترض عليك، انا معترض على امكانياتك. انت لا عندك شقه ولا عندك فرش ولا عندك عفش ولا عندك مقومات الزواج اصلا، انت جاي تقدم لبنتي ازاي يا عمي؟ بحبها ما بحبكش؟ ده كلام هجايس. يعني ايه شاب؟ يعني انا يوم ما فكرت في الجواز، ما ينفعش افكر في الجواز وادخل على بيت ناس الا لما يكون عندي على الاقل الشقه وعندي امكانيات ان افتح بيت. ده المنطق وبالعقل. لكن لما اكون لسه خريج جامعه وما عنديش لا شقه ولا عندي وظيفه ولا عندي امكانيات ولا عندي بابا يصرف عليا ولا عندي ماما تديني تصرف عليا، اروح اتقدم للناس ازاي؟ شيء طبيعي الاب مره اتنين تلاته في الاخر طرده. الحب حاجه والجواز حاجه تاني خالص. يعني ايه شاب بيحب بنت وبنت بتحبه وهو لا عنده لا شقه ولا عنده حاجه؟ ايه يعني؟ طب انت هتتجوزها ماشي، هتقعد فيها فين؟ هتاخدها تمارس معاها حقوقك يا زوج في الشارع؟ الاب اخر ما غلب مره وتروح طرده من البيت. شوف بقى انتقام الشاب المفترض ان هو بيحب البنت والبنت بتحبه عمل ازاي. شوف الانتقام، شوف يعني شوف الفجر، شوف قله الادب، شوف السفاله، شوف ازاي بنضحك على بناتنا. اتصل بالبنت قال لها تعالي هقابلك. البنت خرجت للاسف. ما دي برضه نعيب على الاب والام، ما عرفوش يربوا بنتهم من الصغر، او سابوا البنت فريسه لشبكات التواصل الاجتماعي لغايه ما الشاب قدر ان هو يلقطها من على الفيس ويقنعها بالحب، وبالتالي سلمت له ثقتها الكامله ليه. قال لها تعالى نخرج، انا عايز اقابلك. خرجت معاه، قال لها احنا نتجوز ونحط ابوك قدام الامر الواقع. طب هنتجوز فين؟ قال لها تعالى بس احنا عشان واحد صاحبي هنقعد هناك نتقابل ونتفق على كل حاجه. لا بس مش هنتجوز، لازم بابا يوافق. البنت برضه لسه عندها شويه حياء واخلاق. قال لها طب نروح نقعد الاول في الشقه ونقعد ونكلم ونرتب كلامنا. اي نعم هي غلطت، ما انا بقول لها مش بقول لها تعال نروح النادي ولا تعال نقعد في كافيه، ده اللي تعال نروح شقه واحد زميلي. دخلت راحت معاه، طلعت شقه ثلاث دور في برج. مجرد ما فتح الباب ودخلت لقت مجموعه من الشباب في انتظارها. شوف بقى الانتقام. يعني شوف انا اشك ان ده كان بيحبها. يعني استحاله واحد بيحب واحده ينتقم منها هذا الانتقام، لا يمكن يكون ده حب. استحاله يكون ده حب، استحاله. طيب هي دخلت هي واثقه في حبيبها، هاتوا دول اصحابك يا اشرف. 24 سنه اشرف صلاح. قال لها دول اصحابي وجايين وهيقعدوا معانا. مجرد ما دخل الجو والباب اتقفل لقت مجموعه من الذئاب البشريه. قعدوا يوم كامل يغتصبوها وهو واقف يتفرج، وفي الاخر راح سلمها لابوها قال له ده اقل انتقام عشان انت طردتني. هل يعقل؟ هل احنا وصلنا للمرحله دي؟ هل احنا وصلنا؟ يعني الشيء الغريب ان هو ما مارسش معاه، يعني هو ما نامش معاه، هو خلى اصحابه كلهم ناموا معاه وراح سلمها لابوها بعد كده وقال له اشبع بيها، انا خليت كل اصحابي ناموا معاه. شوف الانتقام. كله ده عشان الاب بيحب بنته وقال ما ينفعش تتجوز من شاب ما عندوش امكانيات زواج، لا عنده وظيفه ولا عنده شقه ولا عنده اي حاجه. والولد لما راح له مره واثنين وعشر راح طرده، قوم ينتقم منه هذا الانتقام. يعني انا كنت يعني افكر انه ممكن يضرب الاب، يموت البنت، يقول له خلاص ما دام حد ما دام انا مش هتجوزها ما حد مش هتتجوز حد تاني، يغزها بسكينه موت، يرشها بشويه ميه نار ويشوهها. كل ده افكار شيطانيه. لكن الشيطان اعتقد والله اعلم ان الشيطان بعد الفعله دي قعد كده يبص للولد ويقول له برافو انت احسن من ولادي، انت تفوقت علي. لان الشيطان عمره ما هيوصل بتفكيره للاذيه بهذا الشكل. اللي عمله الولد ده لو الشيطان قعد يفكر 100 سنه لقدام ازاي يعمل كده مش هيوصل تفكيره للموضوع ده.
انه ياخد البنت يستدركها ويجيب شباب البلد المنطقة كلها يناموا معاها ويغتصبوها عشان ينتقم من ابوها؟ لا يمكن. وفي الاخر انه كان بيحبها وعايز يتجوزها، يحبها ويتجوزها. والشيء الملفت للنظر انه هو ما شاركش في الاغتصاب، قاعد يتفرج عليها واصحابه بيغتصبوها، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وقاعد يعد. وفي الاخر راح سلمها لابوها وقال له اصحابي كلهم ناموا معاها، اشرب بنتك. ايه ده؟ ايه كلام ده؟ الاب برضو زي يا اب، في اب كان ممكن يقول لك ندار على فضحتنا، مش هنبلغ وعارنا ومش عارنا ونلم الموضوع وعشان خاطر اخواتها وعشان خاطر امها. لا، الاب تقدم ببلاغ وتم القبض على اثنين والباقي هربانين. ايه اللي بيحصل ده؟ دي كده اللي احزنني اكتر، ان البنت في منتهى الجمال وابوها راجل محترم. للاسف الولد ده، هقول الجمله اللي هو قالها، قال انا شقطتها، نفس اللفظ، شقطتها من على الفيس. يا جماعه خافوا على اولادكم البنات، خافوا على اولادنا ان تتربى كويس. كتير يقول لك ده ولد، يعني كتير كل ابهات يقول لك ايه ده ولد ما نخافش عليه. يا اخي ما هو بيشوط بنات خاف عليه، معتبرها بنتك. كلمة يشهد دي أنا بقولها رغم أنها يعني كلمة غبية وكلمة عامية وكلمة مش لغة عربية والله، حتى قالها الولد كده وهو بيتحقق معاه، قال أنا شقطتها من على الفيس وحبيتها. إزاي شقطتها وإزاي حبيتها؟ اللي بيشهد واحد عايز ينام معاه، لكن حب إيه؟ والبنت اللي تصدق إن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يحصل حب وجواز، أقول لها لا مؤاخذة، أنت لا مؤاخذة، حب إيه اللي على الفيس ده؟ حب إيه اللي على الفيس؟ يا جماعة لما يكون الشاب قادر، عنده وظيفه وقادر يفتح بيته وعنده امكانيات زواج، حبه براحتك، حط رجل على رجله وحب. لكن لما تكون خريج جامعه ولا خريج معهد ولا دبلوم، لا عندك شقه ولا عندك وظيفه ولا عندك امكانيات جواز، تحب بقى مره تبرح امك. حب ايه؟ خليك حبيت. طب وبعدها تعمل ايه؟ وذنبها بنت الناس اللي انت شقطتها دي ولا حبيتها، بتعذبها معاك ليه؟ ولما ابوها يرفض، طب حط نفسك مكان ابوها، خليك انت ابوها. وجالها شاب لا عنده لا شقه ولا امكانيات، انت هتفضل تتجوز بنتك لواحد صايع؟ شيء طبيعي هتترفض، ولما تروح مره واثنين وعشره شيء طبيعي انه يطردك. لكن تنتقم منه هذا الانتقام؟ وذنب البنت ايه؟ هو اللي طردك من البيت مش هي. تعمل معاها كده ليه؟ ده بياخي سيبها وسيب ذكرى حلوه. لكن تسلمها لقمه سائغه كده لزمايلك يفترسوها قدام عينيك، ده انت حيوان يا اخي. وطلب القضاء العاجل انه يقتص من مثل هذا الذئب ومن الذئاب البشريه اللي كانوا معاه، ويكون الانتقام عادل، ويكون حكم الاعدام هو اقل عقوبه على هؤلاء الشباب. اشكرك.